يا محمد طفي الأرجيلة يا محمد. المعذر المعذر حبيبي. لا نعرف نركز في المحاضرة يا أخوي. خلها تبلش في الأول. هبلش بس يا ريت نبقى مركزين مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة، أهلا. عليكم السلام. وعليكم السلام دكتورة، أخباركم إيه؟ تمام. المشكلة في التأخير إن لسه في ناس بتسجل وإحنا مرشدين ليهم، نقول إيه بقى؟ بعين الله بعين الله دكتورة، ونعم بالله ونعم بالله. دكتورة بس سؤال معلمك، هسه بالنسبة للأسايمنت اللي راح نعمله، متى آخر موعد لتسليمه؟ الديدلاين حطيته لكم على الموقع يوم 20 إن شاء الله. 20 الشهر. بأمر الله. تمام. يعني إيه اللي هيخلص ابتداء؟ أنا يمكن محددة لكم الديدلاين من إمتى؟ من إمبارح أو أول إمبارح. اللي هيخلص السيمينار بتاعه من اللحظة اللي إحنا فيها يقدر يرفعه. آخر موعد عن يوم 20. تمام؟ بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دي نقطة، نقطة أخرى إنه عندكم كويس خلال الويك إند بأمر الله تعالى. سامعني؟ كويز كويز بأمر الله خلال الويك إند اللي إحنا فيه. دكتور بس لو سمحتي تحددي لنا قبل الموعد بيوم يومين. ان شاء الله هبلغكم على الجروب على الواتس بامر الله تعالى. طيب. دكتورة. لا مبدئيا مبدئيا يا ريت كل اللي فاتح مايك ما منهوش لازم يقفله. لو سمحت. عشان نسمع عشان نسمع بعض. ممكن؟ ممكن؟ ممكن 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 يا دكتورة ممكن. طيب لو سمحت خلينا ماشيين بنفس النظام اللي احنا متعودين عليه. تمام. الهدوء تمام. الهدوء أثناء المحاضرة. اتفضلي. تمام هدوء هدوء هدوء. دكتورة كنت بدي أسألك. نعم. دكتور السيمينار لمتى؟ قلت والله يوم 20. أي استفسار آخر؟ ورح نشرح بنفس الوقت ولا أنت لا 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 لسه لسه الشرح حدد لكم ميعاد بعد بس ما تخلصوا امتحانات المات يبقى نتكلم في قصة الشرح إمتى نبقى حاطين جدول زمني. طب دكتور سوري يعني بستفسر منك على شغلة. تفضل. هلا الفصل الماضي كنا بس بدنا نضيف السيمينار مبين يعني مكانه. ما قلت انا عملته والله والله قلت لو سمعتوني صح عشان كده بقول الهدوء عشان تسمعوا الرساله اللي انا قلتها من يوم الجمعه وانا حددت خلاص رفعت الاساينمنت او السيمينار اللي مطلوب بالديدلاين دي فتقدروا من خلال السيمينار ترفعوا من عند خانه السيمينار تقدروا ترفعوا. يسلموا دكتوري سارة. أي سؤال في هذا الصدد الثاني احنا معانا بس عشان هقول الأسماء عشان أعرف إن الناس فاتحة وحاضرة. معانا دكتورة معلش بس معلش بس شوي من وقتك يعطيك العافية. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. دكتورة أنا هي أول محاضرة بحضرها كنت قلت لك عن المشكلة اللي صارت معي وامبارح لحتى حليتها فعن جد يعني راح علي كثير وأصلا شفت إنه علينا واجب بس ممكن أفهم إنه شو الشغلات اللي رحت عليه وإمتى التسليم وهالقصص هاي؟ طيب بالنسبة للي راح عليكي نتيجة الظروف اللي أنا مش فاكرة إيه هي تحديد أسكاد فنية فالمحاضرات هلا دكتورة أنا كانت عندي مشكلة إنه المادة تبعك ما كانت نازلة عندي على السيستم يعني مو مبينة على المنصة؟ المادة. على المنصة؟ إيه خلاص المادة دلوقتي للجميع للجميع المادة متاحة المحاضرات المادة متاحة متاحة على المنصة وفيديوهات اللي تم التسجيلات اللي تم عرضها موجودة اللينكات بتاعتها موجودة تمام؟ تمام. أي استفسار عفيفة. آخر يا ربي يخليك أي استفسار آخر معانا رشا اتفضل
تفضل. بالنسبة للسيمينار كيف بدي أسلمه على الموقع؟ بترفعه أنت ما قبل كده ما رفعتش أي واجب مطلوب منك؟ لا لا أبداً. لا يبقى في فيديوهات بكده أو بتراجع الفريق الفني والتقني. أنت مين معايا؟ محمد ياسر. يا محمد أنت أول فصل ليك يا محمد؟ لا لا مش بس أول فصل إلكتروني طبعاً. صار لي سنة موقف بقى مش عارف إيش على الموقع. يعني أنت ما أخدتش لصيفي ولا الترم الثاني السنة اللي فاتت؟ لا 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 ما أخدتش؟ لا صار لي سنة موقف. طيب يا بتسأل حد من زمايلك يا محمد يا بتسأل الفريق الفني في فيديوهات توضيحية إزاي بترفع الواجب، وأنا لو لقيت لكم حاجة ببعثها إن شاء الله. يعني شاء. إذا حابب أنا فيني ساعدك بهذا الموضوع إنه بعت لي وأنا يعني خلاص أجي بينكم تواصل عشان ما نضيعش وقتك. تمام ربنا معك. أي استفسار آخر عشان ندخل في محاضرتنا؟ دكتورة عشان الكويز هلا رح تكتو رح يعني نمتحن هون على الأونلاين. ماله الكويز؟ آه الكويز أونلاين لكل المساقات عموما يعني. لكل اللي أخذنا دكتورة. هحدد لكم بأمر الله تعالى يمكن لغاية ما نوصل النهاردة. لغاية ما نوصل النهاردة هتكون مادة الكويز. إن شاء الله. تمام أي استفسار آخر يبقى غطينا الاستفسارات الخاصة بالسيمينار. بس. اتفضل اتفضل بس معلش المادي انا اخذت من طلاب نفس الاشي ولا في على اضافه او اشي؟ لو مديتي لو مديتي انا اوكي وما عنديش ولو في اي تغيير احتمال يكون في شويه زيادات على الموضوع الثاني هقول لكم لو تم اجراء تعديل عليها وهغير اللي موجود وهحطها على المنصه مكانها فاهمني ان شاء الله خلاص كده خلاص. طيب ما يبقى معانا سريعا هقول الاسماء عشان اعرف ان الناس موجوده مش فاتحه وبس. بهاء الدين. نعم موجود. بهاء انت لسه مسجل يا بهاء؟ سجلت الثلاث الماضي هاي اول محاضره بحضرها دكتور. ايوه علشان اسمك مش موجود من قبل على الكشف عندي الكشوفات القديمه. محمد داغر. دكتوره موجود. طيب محمد داغر واحمد الجبالي. احمد الجبالي موجود دكتوره. ماشي احمد عبيدات. امل غنايم او غانم موجوده دكتوره. طيب اماني مصروه. دعاء موجوده دكتوره. محمد وردات. نعم دكتور. محمد لحموز. نعم دكتورة موجود. محمد مهند حاتم. مهند رشا. حاضر دكتورة. يا جماعة في أصوات فسيطروا من عندكم بدل ما منع أي مشاركة. روان أنا موجودة دكتورة. رهف موجودة دكتورة. زهراء. نعم دكتورة. ماشي إبراهيم دهني. إبراهيم صفاء. نعم دكتورة. فاطمة. نعم دكتورة. فاطمة الديات. نعم دكتورة. محمد ربيع. نعم دكتور. محمد خريسات. موجود دكتور. محمد فلاح. موجود دكتور. معتصم خريسات. معتصم ياسر. موجود معتصم ياسر. معتصم خريسات. دكتور خلاص خلينا بقى نسمي اللون نبتدي المحاضرة. دكتورة اسمي ما طلع. اسمك؟ آية زعريف. آية يا جوز انت في لغاية ما دكتورة وانا كمان اسمك؟ انا دايما اسمي بطلع دكتورة وبحضر بهذا الموعد وانا كمان. يا جماعة ما تزعلوش ادي آية عشان انا كنت عديت القايمة وانت اسمك ظهر بعدي. آية أنا محمد أحمد علي. خلاص يا محمد. تسلم. محمد ياسر يا دكتور. خلاص قلته محمد ياسر قلته. خلاص خلينا. هي موجود كمان يلا خلينا نبتدي.
طيب. في حد المايك بتاعه مفتوح، اخر مره بقولها لو سمحتوا التزم الهدوء، كل يقفل المايكات لو سمحتوا علشان ما تسمعوش الا صوتي اثناء الشرح. اتفضل. امجد فوزي ما طلع اسمي. امجد فوزي. دكتوره صوتك بيقطع، ما هو انتوا تسمع نسكت عشان نعرف المصدر منين. عموما خلينا بعدين، خلينا بعدين قصه الاسماء، خلينا عشان نبتدي المحاضره. طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه هي الفاكتورز اللي ليها تاثير على نجاح الكوميونيكيشن، وابتدينا بايه؟ ابتدينا كلامنا عن الفيزيكال فاكتور. قلنا ايه في الفيزيكال فاكتور سريعا يا جماعه؟ دكتوره انا معك صفاء. اتفضلي يا صفاء. انا على فكره بعمل اشاره والله قدام اللي بيقول لي. ها يلا اتفضل. هو وضعيه الجسم تعطي رساله للمريض انه تراست او ديس ان تراست، انه ثقه او غير ثقه. تمام. يجب ان يكون ستاند او سيت ذات يو ار فولي فيسينج ذا كلاينت. تمام. بعطي كل اهتمامه للمريض. تمام. ايه كمان؟ ايه الاضافه الثانيه اللي داخل الفيزيكال فاكتور اضافه اخرى؟ ها ايه كمان؟ اه كمان دكتور، كمان البرايفسي انفايرمنت. تمام. كمان يكون في سبيس بين المريض والممرض. تمام. يبقى البرايفسي، يبقى الانفايرمنت تامن عنصر البرايفسي اللي من خلالها هنحقق الكونفيدنشياليتي. المسافه الديستانس قد ايه؟ تقدر 3 الى 4. ايوه يعني اتفقنا ان فرنج متر. تمام. بالارقام في رينج متر. هل هذه المسافه ثابته؟ لا، بتخضع للتغيير على حسب ايه؟ اي اشارات او علامات تحذيريه صدرت عن المريض تفيد انه في حاله من الانجل او الريج، حاله من الغضب، وسريعا قد تتحول هذه الحاله لحاله اجريشن، سلوك هدام، تبقى فيها خطوره عليا وعليه وعلى اللي حواليه. تمام. فهذه المسافه تخضع للتغيير طبقا للظروف. ثاني فاكتور عندي، ها سريعا غير صفاء. نعم دكتورة. التايمينج. نعم دكتورة. اسمك اتفضل. محمد وردة. اتفضل يا محمد. تايم المقصود بيه بقى عشان ينجح لنا الكوميونيكيشن اللي... توقيت. حلو، ماله بقى؟ It is the critical to the success of therapeutic conversation. تمام. The nurse needs to access is this the right time to discuss the client needs and in the enough time to complete the discussion. يبقى عامل الوقت عشان ينجح الكوميونيكيشن بيني وبين المريض لازم ايه؟ نختار الوقت المناسب في النقاش. الوقت كافي دكتوره كمان. ايوه، الوقت المناسب في نقاش موضوع معين او عرض موضوع معين للنقاش، هو يكون الوقت ايه؟ كافي. تمام. تالت فاكتور، ها اسمع حد غير محمد وصفاء ويقول لي. انا دكتوره. انا دكتوره. يا حبيبتي اسمك ايه؟ اتفضلي فاطمه احكي. انا كنت حاسه فاطمه. احكي يا فاطمة. يلا دكتورة. تفضلي. العامل الثالث اللي هو البيرسونال فاكتور، اللي هي عوامل شخصية ترجع للشخص نفسه، لمستوى التعليمي، لخبراته، للغته، لسلوكاته. تمام. التواصل مع الناس. تمام. الخلفية اللي بينتمي ليها الشخص، زي ما اتفقنا احنا بنتعامل مع كافة الأطياف من البشر، مش كده؟ بنتعامل مع خلفيات، كل الخلفيات بمختلف أشكالها. مختلف أشكالها يعني إيه؟ يعني الشخص بينتمي لأي وسط اجتماعي واقتصادي، وخبراته في الحياة وضعها إيه، مستوى تعليمه إيه، المهنة اللي بيمتهنها إيه، كل الأمور دي كلها أو كل الخلفية دي كلها ليها تأثير بشكل مباشر على اللغة اللي بيتكلم أو بيتحدث بيها الشخص، على مفردات اللغة. حتى احنا كلنا بيجمعنا اللغة الأم أو اللغة الأساسية اللغة العربية، ولكن في ناس الاختلاف أو للخلفية اللي بينتموا إليها بيختاروا مفردات معينة. يعني لما نقول على سبيل المثال ناس بتمتهن مهنة أو حرفة معينة ليها مفردات كده متداولة فيما بينهم، ناس بتنتمي لفئة عمرية معينة، أطفال، مراهقين، ليهم مفردات شائعة فيما بينهم. فإذا كل الخلفية أو مفردات الخلفية اللي بينتمي إليها الشخص لها تأثير مباشر على انتقائه للألفاظ والمصطلحات والمفردات داخل اللغة، مش بس كده، على الاتيتيود بتاعه اثناء الحوار. في ناس بتبقى واخده بالها كويس قوي من نبره صوتها، من الريت، من الفوليوم بتاع صوتها شكله ايه، التون نفسه شكله ايه، الفوليوم ايه وضعه، الريت ايه وضعه، الوقفه نفسها، الاشارات اللي بتقوم بيها، ده كله بيعكس الخلفيه اللي بينتمي اليها ايه
الشخص وبالتالي له تأثير على الكوميونيكيشن. آخر فاكتور عندي له تأثير مباشر على نجاح الكوميونيكيشن من عدمه اليوز اوف لانجوج، استخدامنا للغة. اللانجوج زي ما اتفقنا مرت علينا كتير، المقصود بيها is the primary means by which people organize data، الوسيلة زي ما اتفقنا أو السبل اللي من خلالها بنعبر عن مشاكلنا، بنعبر عن خبراتنا، عن آرائنا، عن أمور كتيرة قوي. تعبير يكون بالشكل المنظم. Organize data about the problems, explore different options, validate with others the best solution. Therefore, meeting client through a familiar language. وبالتالي إحنا لازم نتعامل مع المريض ده مستخدمين اللغة ومفردات اللغة اللي تبقى إيه؟ مفهومة بالنسبة له. يعني احنا مثلا بنتعامل مع حد، نقول ايه المريض بتاعنا طفل، اكيد بننتقي المفردات اللي يفهمها مننا، غير لما بتعامل مع مريض في مرحلة الشباب او بتعامل مع مريض مسن، فبننتقي اللغة بمفرداتها اللي هي فاميليار يقدر الشخص اللي قدامي يفهمها مني. تمام؟ مش بكلمه في موضوع معين وأنا بستخدم لغة وبستخدم مفردات بعيدة تماماً أو بعيدة كل البعد عن إني يفهم اللي أنا بقوله ورسالة اللي أنا ببعد بيها. يعني تقدير حسب العمر، العمر الشخص حسب كل الفروق اللي إحنا بنتكلم فيها، حسب كل الخلفية اللي إحنا بنتكلم فيها. Also concentrating on issues of greatest. أيضا استخدامنا للغة ومفرداتها والحديث مع والحديث لو سمحتوا. آخر تنبيه بيعني الالتزام من الجميع. اللي مش قادر يسيطر أنا هضطر إن أنا أغير في الخواص وهستبعده تماما من وجوده في المحاضرة لو سمحتوا. ايضا انتقائنا للغه وحديثنا مع المريض يركز على الموضوعات اللي بتتسم بالاهميه للمريض. Also concentrating on issues of greatest importance is most likely to engage the client attention. يبقى علشان اضمن انتباه المريض لازم نركز على ايه؟ الموضوعات اللي تخصه، الموضوعات محل الاهتمام والاهميه بالنسبه له. كده وصلت فكره العوامل اللي ليها تاثير على نجاح الكوميونيكيشن. من أول الفيزيكال فاكتور، البيرسونال فاكتور، التايم، واللانجوج. في أي استفسار؟ لا دكتور. طيب. تمام. هنتكلم دلوقتي ربنا يكرمك. هنتكلم دلوقتي عن البيربوس من الثيرابيوتيك كوميونيكيشن. إيه الغرض من الثيرابيوتيك كوميونيكيشن؟ الغرض إيه الغرض من إن يكون في بيني وبين المريض تواصل عليك؟ الثيرابيوتيك كوميونيكيشن is defined as. مبدئيا هنعرف إيه هي الثيرابيوتيك كوميونيكيشن. هي بيربوس في الفورم أوف كونفرسيشن، إحدى أشكال المحادثة اللي بتحمل غرض أو بيتحقق منها غرض. يعني في تواصلي مع المريض أنا مش وقت بنقضيه وبس، مش وقت بنستهلكه أو بنضيعه وبس، لا، كل سيشن بتتم بيني وبين المريض بيتم فيها مناقشة أو عرض الموضوع معين أكيد بيحقق هدف أو أكيد منها هدف. يبقى purpose in form of conversation serving as a point as a point of human contact. التواصل بيني وبين المريض ده بيمثل ايه؟ شكل من اشكال التواصل الانساني، مش كده؟ between the nurse and the client allowing them to reach common health related goals. يبقى هذا التواصل الانساني اللي بيني وبين المريض هيتحقق من خلاله ايه؟ اهداف احنا حاطينها من البدايه وبنشتغل على تحقيقها من البدايه. بين قوسين تلك الاهداف مرتبطه ارتباط مباشر بصحه الايه؟ المريض. من خلال ايه؟ تحقيق الاهداف ده بيعتمد على ايه؟ through participation in a focused relationship. يبقى تحقيق الهدف بيعتمد على العلاقه اللي مبنيه على الشراكه وبيني وبين المريض، واللي محور هذه العلاقه هو ايه؟ المريض نفسه باحتياجاته بمشكلاته. خلاص؟ يبقى نلخص تاني ايه البيربوس من الثيرابيوتيك كوميونيكيشن. ها اسمع دكتورة. تفضلي. واسمك صفاء ولا مين؟ صفاء. تفضلي صفاء. انا قربت انا شويه من الاصوات. ها تفضلي. هو سيرفينج ا بوينت اوف هيومن كونتاكت between the nurse and the client along them reach common health related goal through participation in focused relationship. انه يعمل كنقطه اتصال بشري بين الممرض والمريض
مما يسمح له الوصول إلى أهداف مشتركة تتعلق بالصحة من خلال مشاركة في علاقة مركزة لهذه العلاقة اللي مبنية على الشراكة واللي محورها أو محور الاهتمام المريض. تمام؟ طيب Therapeutic communication has a serious purpose related to الهدف الأساسي والهدف الهام من التواصل العلاجي بيني وبين المريض هو improving health and well-being of the client. هو ده الفوكس بتاعي، هو ده إيه؟ محور اهتمامي. تمام؟ من خلال العلاقة والتواصل بيني وبين المريض هو عمل على improving health and well-being، إزاي إيه؟ نحسن من مستوى الصحة والسلامة بالنسبة للمريض. Therapeutic communication in health care are designed to help the client to learn. طيب التواصل اللي بيتم بيني وبين المريض له غرض زي ما اتفقنا، ده بيتحقق من خلال ايه؟ الغرض او الهدف اللي هو محور العلاقة، من خلال ان انا بساعد المريض، مش كده؟ مش انا كيرر او هيلبر. دكتورة احنا بنساعده على تعرف على مرضه وكيفية التعامل معه. برافو، يبقى تعلم ان هنا بتعامل مع المريض على انه او مع الكلاينت على انه ليرنر. تمام؟ بعلمه، بعلمه بإيه أو إيه اللي بيستفيد منه من خلال عملية التعلم، إن يتعرف على مرضه، يتعرف على إزاي يتكيف مع المشكلة دي بالأخص لو كانت كرونيك وهيفضل طول العمر متعايش بيها. مش بس كده، تو كومفورت داينج، بنتعامل مع مرضى في مراحل صحية متدهورة متقدمة خطيرة أيا كان الوضع، فبرضو من خلال التواصل العلاجي بيننا وبينه بنقدر إن إحنا نحقق له احتياجاته، بنقدم له الدعم النفسي والمعنوي المطلوب، أشور them، بنحسسه وبنطمنه إنه مش لوحده، that someone is there to be with them، إن في ناس حواليه وناس تقدر تساعده وتقدم له المساعدة والدعم المطلوب، and ease their suffering، والهدف من الدعم هنا إن تخفيف على المريض معاناته. Therapeutic conversation help make illness bearable. من خلال التواصل العلاجي بيني وبين المريض بجعل عملية، بجعل المحنة اللي بيمر بيها المريض أو الأزمة الصحية اللي بيمر بيها دي شيء محتمل. إزاي بقى؟ بنشتغل على التالي، by reinforcing self-esteem. بنعمل إحنا هنا إيه؟ بندعم إيه؟ الجزئية الخاصة بالنفس. حلو، برافو، بالنفس. برافو، الثقة بالنفس وتقدير الشخص لذاته. ليه؟ لأنه مسألة تقدير الشخص لذاته من الأشياء الديناميك. يعني إيه ديناميك؟ يعني فيها حركة، فيها تغيير. يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنحقق هدف معين أو إنجاز معين بيعلي من السلف استيم بتاعتنا. لما بنخفق في إخفاق أو فشل في شيء بروجكت معين أو في تاسك معين بيأثر بالسلب على السلف استيم. نفس القصة في المرض، الإنسان لما بيبقى بيتعرض لمشكلة صحية معينة بتاخد من قدراته، ما دامت بتاخد أو بتسلب من قدراته فهنا السلف استيم بيحصل فيها ديستربنس، بتبقى بتتغير. تمام؟ فإحنا عايزين نشتغل على العامل النفسي ده، ان احنا نرجع تاني نعمل reinforcement للسلف استيم، ندعم السلف استيم. ازاي ندعم السلف استيم؟ ازاي ان احنا نساعد المريض على انه يرتقي بتقديره لذاته؟ من خلال ايه دكتورة؟ فضل. الدعم support the national healing power of person، عن طريق دعم واعطاء الطاقة مثلا للشخص للمريض. تمام، من خلال الدعم المعنوي والنفسي، من خلال بطريقة فعالة كمان، من خلال مشاركة المريض. المريض دلوقتي أنا العلاقة الانتراكشن اللي بيني وبينه والريليشن شيب الثيرابيوتيك ريليشن شيب اللي بيني وبينه قايمة على المشاركة. تمام؟ يعني إيه قايمة على المشاركة؟ يعني المريض مش في موضع سلبي، مش كل حاجة بتتعمله سواء كان يقدر عليها أو ما يقدرش. وأنا بقيم، وأنا في خطوة الأسسمنت، أول خطوة عندي في النيرسينج بروسس، وأنا بعمل أسسمنت بالشكل الكومبرهنسف أو بالشكل الهوليستيك، بقيم مشكلات واحتياجات المريض، وعلى المقابل بقيم أيضا قدراته. من المفترض إن هو مش زيرو قدرات في كل شيء، الأشياء اللي بيقدر عليها أو بيقدر يقوم بيها يبقى أديله للتشانس هو اللي يقوم بيها. يبقى احنا امتى السلف استيم بتتحسن؟ لما نلاقي لينا انجاز اشياء تاسك بنقوم بيها وبننجح فيها. هو ده الفكره، استغلال مواضع القوه لدى المريض علشان ايه؟ يشارك، او من خلال مشاركته فبالتالي ده هياثر بالايجاب على السلف استيم.
شكل آخر أو نشاط آخر يحسن من السلف استيم، حتى الاهتمام على مستوى المظهر والجرومينج، الأبيرانس بتاعنا والجرومينج بتاعنا، لما نبقى واخدين بالنا من شكلنا ومظهرنا ده بيحسن من السلف استيم. يعني بمعنى أنا هشتغل على تحسين السلف استيم من خلال أي نشاط هيشارك فيه المريض هيأثر بالإيجاب، من خلال اهتمامه بشكله واهتمامه بنظافته ومظهره لآخره. هنشوف بشتى الأنشطة وشتى الطرق نشتغل على الأريا دي. مش بس كده، كمان supporting the natural healing power. natural healing powers of the person يعني إيه؟ يعني داخل كل حد فينا بالفطرة، بالفطرة شيء كده اتوجدنا فيه في الدنيا، إن عندنا الرغبة في البقاء. تمام، احنا كتكوين عندنا رغبتين عكس بعض. في رغبه اسمها رغبه في البقاء اللي هو التمسك بالحياه يعني، او حب الحياه، وفي رغبه اسمها رغبه الفناء اللي هو ايه، الزوال. تمام، الوضع الطبيعي ان الناس الطبيعيه ان الرغبه في البقاء هي اللي اقوى. الوضع الطبيعي رغبة حبنا للحياة، يعني مهما اتكلمنا عن الدنيا ومشاكلنا وهمومنا وقد ايه نتمنى ان احنا نخلص من الدنيا دي، ولكن وقت الجد بنقول ايه، الحياة ايه، الحياة غالية او العمر غالي، مش كده؟ صح ولا لا؟ صحيح. صحيح. يبقى لما نتمسك بالحياة وباعتبار ان الحياة بنعيشها مرة واحدة والعمر غالي، ده بيعكس لي قوة رغبة البقاء لدى الشخص. اما الناس اللي مش طبيعية، الناس اللي هي وضعها مش طبيعي، فرغبة الفناء هي اللي عندها اقوى. طب ده ايه، ده هينعكس من خلال ايه؟ يعني لما اشوف حد بيفكر او عنده افكار واتجاهات وميول انتحارية، ده رغبة الفناء عنده هي الاقوى. حد طول الوقت اجريسيف وعارف من خلال الديستراكتيف اكتيفيتي اللي بيمر بيها هو بيعرض نفسه للاذى والضرر، فده رغبة الفناء عنده هي اللي اقوى. فإذا لازم نشتغل على فكرة استغلال القوة الفطرية أو القوة اللي بالفطرة اللي موجودة جوانا، اللي هي التمسك بالحياة والرغبة في البقاء. أي استفسار؟ أي استفسار لغاية دلوقتي؟ لا دكتور، ما في استفسار. ربنا يعافيكم. In health care situation, the communication is goal directed. Time limited and focus. دي معايير العلاقة والتواصل بيني وبين المريض، أو حدود التواصل بيني وبين المريض. الكوميونيكيشن جول دايركتد، يبقى لازم أبقى فاهمة كويس قوي إن أي سيشن بتجمعني بالمريض ما يتم فيها من نقاش أو عرض الموضوعات معينة هي جول دايركتد. تمام؟ موجهة نحو تحقيق الإيه؟ هدف معين اللي هو اللي بينصب حول صحة المريض. time limited، لازم يبقى فيه عندي ايه، حدود للوقت، مش كده؟ العلاقة بيني وبين المريض بتستغرق او بتمر بمراحل مختلفة وليها نقطة بداية، ما دامت علاقة علاجية therapeutic relationship، وليها نقطة ايه، نهاية. هدف معين، كل شيء له بداية وله ايه، نهاية. نهاية. فالعلاقة اللي بيميز العلاقة اللي بيني وبين المريض عن أي نمط أو أي نوع من العلاقات الأخرى الاجتماعية في حياتنا، إن علاقتي بالمريض time limited. time limited يعني ليها وقت بتبتدي فيه وليها وقت بتنتهي فيه، وهنا شرط النهاية هي تحقيق الأهداف، زي فكرة النيرسينج بروسس. نعم، حدود الوقت اللي هي بين قوسين، الوقت محددة الوقت. محددة الوقت. And client focused، وليها محور أو تمركز اللي هو إيه؟ مركز هذه العلاقة اللي هي المريض. المريض، تمام. يبقى أنا بحط في ذهني كويس قوي علشان ما أخرجش برا إطار العلاقة بالشكل الغير لائق، إني ما حققش احتياجاتي الشخصية، أنا احتياجاتي أنا الشخصية من خلال علاقتي بالمريض. يعني ما اسمحش لنفسي ان انا ادي مجال اتكلم فيه عن مشاكلي وعن همومي وعن ظروف اللي انا بمر بيها، والقصة دي كلها كده هتغير اطار العلاقة وهتصبح علاقة ايه، سوشيال. لا، احنا بناخد بالنا كويس جدا ان العلاقة تفضل ماشية في التراك بعنوانها، من اول عنوانها هي ثيرابيوتيك، تبقى ماشية في هذا التراك، تبقى ماشية في هذا المسار.
تمام. يبقى إذن الكوميونيكيشن بيني وبين المريض اللي بيتحقق من خلالها ريليشن شيب بيخلي حدودها كالتالي: جول دايركتد، تايم ليميتد، اند كلاينت سنترد او كلاينت فوكست. البروفايد الكوميونيكيشن بيني وبين المريض بتوفر التالي او بتحقق التالي: بروفايد سيف بليس فور ذا كلاينت تو اكسبلور ذا مينينج اوف اني اكسبيرينس. يعني ايه؟ يعني من خلال الكوميونيكيشن بيني وبين المريض هناك بيئة آمنة، هناك ظروف آمنة أو جو آمن. الجو ده بيساعد المريض على أن يعمل exploration، أن هو إيه؟ يكشف لنا المشكلة الصحية أو المحنة أو الأزمة الصحية اللي بيمر بيها. طب السيف بليس ده تحقق إزاي؟ أو إيه المقصود بالسيف بليس؟ بيعرف؟ يعني إيه ظروف وجو آمن؟ مكان آمن. يعني ايه؟ يعني يكون مكان بيقدر المريض يثق بالكادر. ايوه، يحقق البرايفسي، يحقق الكونفيدنشياليتي، يحقق التراست، مش كده؟ هو دي معايير او اللي مقصود بالسيف بليس. البليس هنا مش بس على مستوى السيت اب، يعني مش على مستوى الجانب الفيزيكال، المكان نفسه بمعايير الامان اللي فيه، لا، المقصود بيه الكونتكست اجمالا، السياق اللي بيتم فيه الكوميونيكيشن اجمالا، سواء كان على مستوى السيت اب، سواء كان على مستوى التراستنج ريليشن شيب بين الكلاينت وبين النيرس. اذا الكوميونيكيشن بيني وبين المريض هي تمثل سيف بليس، وسيف بليس بين قوسين هقول بتامن البرايفسي، بتامن الكونفيدنشياليتي، ومما يساعد على تحقيق التراست. وانس ان التراست اتحققت وبنسعى في الاستمراريه ليها، هنا المريض هيبقى عنده السيفتي فيلينج، ان هو يبتدي يعبر عن مشاعره، يعبر عن تجاربه، يعبر عن محنته بكل ثقه. كمان الكوميونيكيشن من خلالها provide information and emotional support. من خلال التواصل بيني وبين المريض احنا بنزوده بالايه؟ عندي نوعين من الدعم، نوعين من الدعم: informational والemotional او psychological support. كل مريض محتاج لايه؟ مش بس الدعم المعنوي او الدعم النفسي، ان اقعد بقى الدعم العاطفي، الدعم المعلوماتي، مش كده؟ احيانا المريض بيبقى عنده قلق، ويمكن مستوى يمكن سبب القلق اللي عنده ان ينقصه معلومه عن المشكله اللي بيعاني منها، عن ازاي يتعامل معاها، عن العلاجات المختلفه اللي هياخدها او موصوفه ليه، عن ازاي هيستمر على هذا العلاج، ازاي هيغير اللايف ستايل عشان يقدر يصل لحاله من الادابتيشن. ايه اللي هيساعد على تخفيف القلق في هذه الحاله؟ ان انا زودهم معلومة، مش كده؟ يبقى نعم. مش الدعم اللي احنا بنقدمه كله مقتصر فقط على الدعم المعنوي، على الايموشنال او سايكولوجيكال سبورت، ده نوع من انواع الدعم. ولكن في نوع اخر مهم جدا المريض ده او كل مريض احنا بنتعامل معاه في حاجة ليه، الانفورميشنال سبورت. يبقى المريض في حاجة انفورميشن اند ايموشنال سبورت ذات ايتش كلاينت نيدز، كل مريض بنتعامل معاه محتاجه تو اتشيف ليه؟ تو اتشيف الماكسيمم هيلث اند ويل بي، الوصول به لأفضل مستوى من الصحة. Each therapeutic conversation is unique because each participant is the only one of its kind. يعني إيه؟ يعني كل تواصل علاجي أو نمط من التواصل العلاجي بيني وبين مريض معين بيختلف عن مريض آخر، بيختلف عن مريض ثالث، وهكذا. ليه؟ إيه سبب الاختلاف؟ اختلاف المرض دكتورة، وكمان إيه؟ اختلاف طبيعته الاجتماعية والمهنية أسباب كتير، ممكن حتى مع تشابه طبعا. وممكن عفوا مع تشابه المرض، يعني ان هم انا بتعامل مع عدد معين من المرضى اللي عندهم نفس المشكلة وعندهم نفس الديسوردر او الدياجنوزيس، ولكن لكل مريض احتياجات، لكل مريض مشكلات، لكل مريض قدرات، مستوى معين من القدرات، مش كده؟ نعم. فالاختلاف هنا ليس شرطا باختلاف المرض، ولكن باختلاف العوامل الاخرى، وده بيخلينا ناخد بالنا ان انا وانا بتعامل مع سين من المرضى في اختلافات في احتياجاته ومشكلاته وقدراته الاخره، بيختلف عن صاد عن عين وهكذا. كل مريض يعد يونيك، منفرد او مختلف عن الاخر. Therapeutic communication considers each client's perspectives and strengths. طيب ادي بقى مواضع الاختلاف. دي مواضع الاختلاف. ليه بقى؟ لان لكل مريض له
perspectives and strengths، آراء معينة، وجهات نظر معينة، مواضع قوة معينة. readiness to learn، مقدرة واستعداد على التعلم. مش أنا عمالة أقول بقى هديله هقدم له الدعم المعلوماتي، يعني معناه هنا المريض ده إيه؟ learner. هل قدراتنا واحدة في الاستيعاب؟ هل استعدادنا واحد للتعلم؟ بيختلف من شخص إيه؟ لآخر. لكل مريض ways of relating to others، طرق في أو نمط في التواصل مع الآخرين. لكل مريض له physical and emotional conditions، ظروف بدنية وجسمانية انفعالية أو عاطفية مختلفة. لكل مريض أو كل مريض جاي من خلفية ثقافية واجتماعية بتختلف عن الآخر، socio-cultural norms. يبقى هنا مواضع الاختلاف من مريض لآخر هي هذه العوامل: درجة الاستعداد للتعلم، وجهة النظر، خبراته في الحياة، ظروف البدنية والنفسية والانفعالية، نمط تواصله مع الآخر. كل ده لازم يؤخذ بعين الاعتبار لأنها relevant factors in planning and implementing communication strategies، لأنها كلها عوامل ذات أهمية بناخدها بعين الاعتبار في استراتيجية تواصلنا مع المريض. أي سؤال أو استفسار؟ اي سؤال او استفسار؟ لا دكتورة. عموما عشان السيشن اللي احنا فيها على وشك النفاذ، فلغايه الجزئيه دي او لغايه هذه السلايد دي ماده كويز. ان شاء الله لقائنا المحاضره اللي جايه بامر الله، اول ما السيشن تخلص هنبقى عارفين. هنلتقي المحاضره القادمه. سريعا حددنا ماده الكويز، هيكون الكويز خلال الويك اند، اربع او خميس او جمعه، يعني خلال فتره او خميس وجمعه ايا كان. والناس اللي خلصت السيمينار عندها المجال انها تقدر ترفع. اشوفكم على خير ان شاء الله، واسمع صوتكم على كل خير بامر الله تعالى. دكتوره سؤال بس، الحق بسرعه. ها دكتورة، السيمينار محدد وقت له عدد سلايدات ولا عادي؟ لا طبقا الأوتلاينز. خلص تمام. دكتورة الامتحان خميس أو جمعة؟ 24 إن شاء الله. طب أي ساعة؟ أي وقت؟ هحدد لكم الناس اللي معايا على الواتس، أو سريعا هبعت لكم المسج على الواتس فيها التايم وفيها اليوم والديت والتايم. خلاص؟ إحنا دلوقتي حددنا مع بعض المادة عشان تدرسوا الماده لحد محاضره اليوم، لغايه يعني السلايد اللي احنا عندها دلوقتي حالا. طيب خلاص، استودعكم الله في امان الله يا شباب. مع السلامه دكتور. الله